جهود حديثة تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة التعديات على أراضي الدولة وانعكاساتها على تحقيق التنمية المستدامة، حيث وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، وذلك تيسيرا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يشمل على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة. القرار اللي احنا خدناه ان احنا هيتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وبالتالي احنا النهاردة في إطار الطلبات اللي تقدمت من 1.6 مليون أسرة هيتم الاعتداد بما قدمه المواطن، والدولة هنا بتقول أنا بثق في اللي المواطن قدمه كطلب تصالح، وإحنا كدولة هنعتد بما قدمه المواطن، وبناء عليه هنبدأ ناخد الإجراءات لعملية التصالح نفسها، بحيث ان احنا القانون تبقى للقانون تصالح بيبقى في المواطن بناء على هذا الكلام هيبدأ يسدد بقية المستحقات بتاعته، وفي نهاية سداد المدة او نهاية سداد الاقساط اللي عليه لعملية التصالح بنديله ما يطلق عليه نموذج 10 اللي هو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع. حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين اوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة، فقد تواصلت قوات إنفاذ القانون عملها وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تم تخصيصها لإزالة التعديات على ضفتي نهر النيل في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل، حيث أكد تقرير اللجنة إزالة نحو 4925 حالة تعد خلال المرحلتين الأولى والثانية. أجهزة وزارة الداخلية يوميا بتأمين. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن ملفنا الثاني ايضا متعلق بالانجازات خلال السبع سنوات السابقه. الحقيقه انه التعدي على اراضي الدوله كان ضمن اهم الملفات اللي قامت بها الدوله خلال هذه المرحله من قانون التصالح على مخالفات البناء واسترداد اراضي الدوله التي تم انتهاكها من قبل الافراد. لكن هنا في يعني يمكن نقطه مهمه جدا، قوانين بتضعها الدوله في هذا الملف، هذا الملف متعلق بشكل مباشر بالامن القومي المصري وايضا الامن الغذائي، يعني الرقعه الزراعيه تعد ضلع مهم جدا في الامن الغذائي المصري، فبنحتاج لوعي المواطن، لان وعي المواطن او القوانين بدون وعي المواطن هنكون ساعتها يعني بندور في دايره مفرغه ليس لها نهايه. على اي حال خلونا نتكلم في ده بشيء من التفصيل مع ضيفنا في استوديو من القاهره الدكتور ياسر شحاته، استاذ اداره الموارد البشريه وخبير التنميه المستدامه. دكتور ياسر مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء النور على التصوير. هبدا كده سؤال، ما تم من زحف عمرانيا على الأراضي الزراعية كيف أثر على التنمية خلال هذه السنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كلنا شايفين اللي بيحصل للدولة المصرية يمكن من النصف الثاني ل 2014 والتحديات اللي كانت موجودة آنذاك، من تحديات عدم الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار الاقتصادي، عدم استقرار في بعض النواحي خصوصا تهديد الأمن المائي المصري. هذه التحديات أكثر من 13 تحدي كان بتمر بيها الدولة المصرية في النصف أو من 2011 ل 2013. أنا بوضيف النهاردة من خلال منبر حضرتك التحدي الذي يهدد الأمن القومي المصري، ألا هو التعدي على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة. ليه؟ لأن أنا النهاردة لما أتكلم على أن أنا بعمل تنمية، التنمية محتاجة وعي، التنمية النهاردة وأنا بتكلم على أمن غذائي بتكلم على الزراعة بشكل محدد، الزراعة مما لا شك فيه أنها قاطرة التنمية. النهاردة لما بتكلم على الدولة المصرية، هو احنا لما نحتاج نعمل تنمية، التنمية فقط دون الاستدامة، التنمية هو تغيير جذري في كافة القطاعات الانتاجية. مصر دولة زراعية احولها مع لصناعة مع الربط مع الزراعة. عندنا هولندا والدنمارك من اكبر الدول تقدما واعتمادهم بشكل اساسي على الزراعة. من هنا بقول ان انا عندي اهمية كبيرة جدا للامن المصري، الامن القومي المصري من خلال الزراعة. النهاردة
أو كنا في الآونة الأخيرة يمكن من 83 لو رجعنا بالتاريخ إلى الوراء في تعدي على الأراضي الزراعية، زحف من خلال الزحف العمراني داخل الأراضي الزراعية، كمان بيحصل عندنا عملية التبوير. الأراضي الزراعية اللي موجودة داخل الدولة المصرية بتتكلم على إن أنا بعمل زراعة، بيبقى عندي اكتفاء، عندي في استراتيجية قومية بتنتهجها الدولة. لو اسمحي لي، أي استراتيجية قومية تنتهجها أي دولة تضيف للاقتصاد القومي قيمة مضافة، إن كانت زراعة أو تعميق منتج صناعي أو كل النواحي الخاصة بالتنمية المستدامة. بدأ الزحف، بدأ النهاردة الرقعة الزراعية تتآكل، بدأ يبقى فيه تبوير، وخصوصا الأراضي اللي كانت صالحة للزراعة، أراضي صالحة للزراعة يبدأ التبوير. إيه اللي كان بيحصل بشكل مبسط؟ أنا بيبقى عندي 5 فدادين أرض زراعية، ومن أجود تربة التربة كأرض زراعية، أبدأ أعمل إيه؟ أجي جاي على أول فدان من الزراعة وأبدأ أعمل مدرسة في نهاية الفدان، أعمل مدرسة، يبقى أنا هيدخل لي مرافق، يبقى أنا هيدخل، يبقى أنا كده بدأت أبور أرض زراعية، بدأت الرقعة الزراعية تقل، بدأت أتحرك على عكس الدولة ما بتتحرك، في عندي تنمية متوازنة أو تنمية شاملة متوازنة، إن أنا إزاي ما أحرمش بعض المحافظات. يعني على سبيل المثال أنا عندي إرهاب في سيناء، النهاردة الدولة المصرية بتقاوم الإرهاب بالتنمية. صحيح. بدأنا النهاردة كمان عشان أتحرك زراعيا، أتحرك صناعيا، أتحرك بشريا. دكتور ياسر، ما اللي يعني جعل العقيدة تختلف لدى المواطن المصري تجاه هذه المسألة؟ يعني كان الفلاح المصري زمان أو كان بيتمسك بالأرض الزراعية يعني كيمكن ولد من أولاده، لماذا تغيرت هذه القناعة؟ والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا كان زمان في الصعيد أو في الريف الأرض كالأرض، ما أنا مش حاضر يعني إن أنا هبعد عن هذا السياق، ولكن بيرجعوا هذا الأمر أو يرجع هذا الأمر لإيه؟ أصل أعباء حياة، أصل أنا عندي النهاردة بقت الأسر في زيادة في النمو السكاني، بدأت زيادة النمو السكاني، ودي دي مشكلة كبيرة كمان أخرى. يبدأ النهاردة البيت اللي موجود فيه أسرة، بدأ أسرتين، بدأ 3، بدأ 4، محتاجين طبعا في مشاكل أسرية بتبقى في الريف أو في الصعيد أو في أي مكان، طبعا يبدأ عايز يتحرك عشان يسكن أو ياخد بيت أو يبني بيت. يبدأ الراجل اللي عنده أو المزارع اللي عنده أرض زراعية، النهاردة لما هيبيع الفدان أرض زراعية لو باعه بيعمله كان 300,000 و200,000، لا هو لو قطعه فقراريط أرض يبيعها ال 21 قراط أو ال 18 قراط يعمل مبالغ، فبدأت عملية استثمارية مغلوطة. عشان كده بقول الأرض الزراعية أو التفريط في الأرض الزراعية تنمية اقتصادية مشوهة، تنمية اقتصادية للفرد مش للدولة. صحيح. للفرد مشوهة. هنسكن لكن هنأكل منين؟ بس هنأكل منين؟ النهاردة احنا عندنا مشكلة سد النهضة، أنا أيضا مشكلة سد النهضة، مشكلة تبوير الأرض الزراعية لا تقل خطورة عن سد النهضة، لأن تهديد للأمن القومي المصري. صحيح. من خلال عدم الوعي النهاردة بدأنا نتحرك تحرك، الدولة بتتحرك، وحضرتك شايفة الفتحات الخاصة بالدولة المصرية في كافة المحاور، يمكن في 2014 بدأنا خطة طويلة جدا أو كبيرة جدا تبدأ تتحرك لـ 2030 صناعة مع زراعة، والزراعة أمر في غاية في الأهمية، أنا بحافظ على حقوق الأجيال المستقبلية من خلال الزراعة ودعم الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية اللي هتوفر لي. يعني إحنا لما أتكلم على فيروس كورونا المستجد في 2020، لما خيمت هذه الأزمة على كل اقتصادات العالم ودول العالم، معظم دول العالم بتحقق نمو بالسالب وانكماش اقتصادي، الدولة المصرية بتحقق نمو إيجابي. طيب حضرتك شفتي في خلال هذه الفترة في نقص للسلع الغذائية في مصر؟ أو حصل عندي في بعض الصور الإيجابية، مين اللي هيساعدنا على استمرارية وإحنا بنتكلم على تنمية مستدامة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية؟ المواطن المصري، لأن المواطن المصري هو البطل الحقيقي لمعركة البناء والتنمية. طيب يا دكتور ياسر، إلى أي مدى ساهمت إجراءات اللي اتخذتها الدولة في تحقيق هذا الإنجاز أو هذه التنمية؟ يعني قوانين التصالح على المخالفات للبناء والتسهيلات
يوميا يمكن بتعطيها الدولة للمخالفين، حتى استرداد الأراضي المتعدى عليها من قبل الأفراد، أراضي مملوكة للدولة، والقوانين اللي اتخذتها والإجراءات اللي اتخذتها الدولة في هذا الإطار، إلى أي مدى ساهم في تحقيق إنجاز ما خلال حتى في فترة فيروس كورونا؟ شوف يا فندم، أنا قانون التصالح بيقولوا قانون تصالح، لكن أنا ليا وجهة نظر تانية بقول عليه قانون التفاهم. قانون التفاهم بين الدولة وبين مواطنيها. النهاردة بدأ إيه اللي كان بيحصل، وأنا هنقل لحضرتك صورة حية لموضوع قانون التصالح من واقع ريفي أنا يمكن عشت فيه أو بعيش فيه. النهاردة لما بياخد رقعة أو أرض زراعية، فدائرات أرض زراعية وبيبني عليه، إيه اللي كان بيحصل عشان الصورة تتضح للمشاهد وتتضح الدولة بتعمل معاك إيه؟ لأن أنا أو المواطن أو كان قبل كده الدولة لو قالت قانون، يا الدولة عايزة تستفيد. لا يا سيدي، الدولة عايزة تستفيد وفي نفس الوقت هتفيد حضرتك. هتفيد حضرتك بإيه؟ النهاردة لما كان بيجي يشتري أرض زراعية ويبدأ يبني عليها بيعمل إزاي؟ بيروح للمهندس في جمعية زراعية مثلا، عايز يبني، يقول له لا استنى عشان الدولة دلوقتي فتحها عليها. ايه اللي بيحصل؟ نهدى شويه، بعد كده يدخل يبني، ده كان واقع وبيحصل، يبني لما يبني على الارض الزراعيه بيروح له انها تعمل محضر، ده بتشوف شغلها. لما بيعمل محضر خلاص بيجي له ازاله وقتيه وببساطه. طب الازاله الوقتيه حضرتك لما بنيت على ارض زراعيه، بنيت على ارض زراعيه خلاص انت بورتها، حتى لو بعد تم ازالتها بورتها، ونفس السكن يعني بيفسد الزراعه. فبدا يعمل ازاي؟ الناس جت اللي حضرتك بنيته هديته لانك تعديت على حق مش حقك، ده واحد. الامر الثاني وغايه في الاهميه، بدا يبقى فيه محضر، بدات حضرتك فيه محامي، بدا حضرتك تتخذ اجراءات قانونيه، تتخذ اجراءات قانونيه اللي انت بنيته وخسرته ده اتهد، يبقى انت خسرت المقابل المادي. بعد كده في مصروفات تانية خاصة بالقوانين بالمحاماة وخلافه، خسرت أمر في منتهى تاني مادي. بدأت حضرتك تتهدد في شهر 12، وده كان واقع بيحصل، تتهدد في شهر 12 على حضرتك ممكن تكون بتشتغل أي مهنة من المهن، بتسافر داخل الدولة المصرية لمحافظات أخرى، حضرتك بمواقع البطاقة بيحصل عند حضرتك أمر غاية في الأهمية وفي الخطورة، إن حضرتك بتتاخد عشان عليك حكم صادر من تعدي على أرض زراعية، بدأت تستهلك مصروفات، بدأت تستهلك بعض الأمور في مشكلة كبيرة. الدولة النهاردة بتقول لك لا، انت النهاردة مش هتعرض طبعا، ناهيك عن ان انا هدخل مية وده ادخل كهرباء وخلافه بطريقة غير مشروع، وبعد كده اروح اعمل مصالحة وادفع مقابل هنا التوتالي كله، وإلى جانب الخطورة اللي بتحصل عند حضرتك وعدم الأمان اللي بتعيشه حضرتك وأسرتك كمان وأولادك وزوجتك. فبدأ هنا النهاردة الدولة بتقول لك لا يا سيدي، أنا مش هعمل معاك كده، أنا مش هيبقى فيه بالليل ويجي لك حد ياخدك، أو هتبقى في شغلك وحد ياخدك، لا ده إحنا هنقنن أوضاعك، هيبقى فيه تفاهم. بدأ التفاهم بقانون التصالح، التصالح بيحمي الدولة وبيحمي المواطن، بعيشك حياة آمنة. بدأت كمان بدأ يبقى فيه تصوير جوي، بدأنا نشوف إيه الرقعة الزراعية اللي موجودة عايز أحافظ عليها. لما تشوفي حضرتك في الشكل في التصوير الجوي اللي تم، إحنا بنلاقي بعض يعني منازل متفرقة في مناطق زراعية. أنا طبعا هدخله هي كمان بتأثر على الشكل الحضاري، يعني طبعا المكان ما بيبقاش منسق حتى من حيث عدد الأدوار أو الشكل الخارجي للمبنى أو غيره، فبيدي شكل غير حضاري حتى للمنطقة نفسها. يعني إذا تم التعدي على أكثر من قطعة أرض في نفس المكان بتحصل هذه المشكلة، وإحنا بنشوف ده يوميا. يمكن إحنا وإحنا رايحين وجايين على الطريق بنشوف الحاجات دي. البناء الغير مخطط هو في حد ذاته تفكير عشوائي، فمن هنا بدأت الدولة ليه كمان. أنا لما يبقى في نسق حضاري في المنازل، ده أمر حتى بيبقى مريح للعين، ده أمر حضارة الدولة المصرية. لما النهاردة أبدأ يبقى في مناطق متفرقة وأبدأ أشتغل على حاجات أو بناء بغير مخطط وعشوائي، وقصة طويلة بتكلف الدولة إيه بقى؟ أنا عايز أوضح الدولة بتتكلف يعني إيه اللي بتتكبده الدولة من خلال هذا الفعل. اولا لما يبقى فيه عندي خطة للبنية التحتية، والبنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة، انا اهتم بالبنية التحتية. ابدأ النهاردة لما يبقى عندي كمخطط او تخطيط، في التخطيط العمراني بيبقى من بنية تحتية وكل المرافق هنا لما بيبقى عليها تخطيط
غير او بناء غير مخطط، بناء عشوائي، بيضغط على شبكه الكهرباء، بيضغط على شبكه الصرف الصحي، بيضغط على كافه الخدمات العامه اللي بتوصل لحضرتك. من هنا بقى ببدا اشوف انا خلاص عملت التصالح، عملت التفاهم، بدات يبقى انا غصب عني هدخل لحضرتك ميه، هدخل لحضرتك مرافق، هدخل لحضرتك خدمات خاصه عشان تقدر تعيش. انا النهارده اللي بيتاخد من حضرتك ده امر رسوم هتتردي لك تاني في صورة خدمات، بس خدمات مشروعة. صحيح. مش خدمات غير مشروعة. النهاردة تساعد الدولة المصرية، احنا شفنا حتى الأماكن اللي الدولة قامت بتطويرها أو إعادة تشكيلها شكل حضاري في العديد من المناطق، يمكن تم إعطاء السكان الموجودين في المناطق أماكن أخرى يمكن أكثر جودة من الأماكن اللي كانوا موجودين فيها. وشفنا العديد من الأحياء السكنية اللي قامت بها أو عملتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، يعني يمكن احتوت عدد كبير جدا من المواطنين يعني في إطار حياة كريمة، يمكن أفضل كمان من الوضع اللي كان عليه في السابق. طيب أنا عايز أعرف باعتبار حضرتك إدارة موارد بشرية، كيف ندير العقل البشري بالشكل المناسب لتحقيق التنمية في كافة المجالات، طبعا توافقا مع الإنجازات اللي بتقدمها الدولة؟ شوف يا فندم، احنا النهارده كيف تدير العقل البشري وتعمل عمليه وعي للتنميه؟ ابسط مثال الحوار اللي بيدور حاليا دلوقتي من منبر حضرتك. النهارده ده دور وعي، دور التعليم، دور الاعلام، دور القوى الناعمه، ان تبدا ازاي تتحرك صوب المواطن المصري. المواطن المصري لابد ان يعلم جيدا ما يدور وما يحاك بالدوله المصريه. هو هيتكلم يقول انا النهارده لو اشتريت الايراد والارض الزراعيه هو ده هيأثر، هيأثر على الدوله وهيأثر بالسلب على الدوله. ابدا اعمل عمليه توعيه للعنصر البشري، ده امر مهم. شايفين كلنا بنتكلم على حياه كريمه وبيتنفس حياه كريمه، حياه كريمه، تعريف التنميه المستدامه، تلبيه احتياجات الحاضر دون المساس وحقوق الاجيال المستقبليه. ولكن النهارده في فلسفه جديده، ان التنميه المستدامه في حد ذاتها هي حياه كريمه. حياه كريمه النهارده بشوف القرى الاكثر فقرا بيبدا التطوير والشغل شغال من النصف الثاني ل 2014، صور ايجابيه هامه غايه في الاهميه، بدايه من قناه السويس. وده لابد ان المواطن يعلم هذه الصوره الايجابيه او هذه الصور الايجابيه اللي بتتم على ارض الواقع في الدوله المصريه، شغل في كل مكان. فلازم حضرتك تساعد بهذه الجوانب. اولا لما اتكلمنا على قناة السويس، المشروع القومي لقناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة، كانت الدولة المصرية امر مقصود او تنمية مقصودة لصالح المواطن المصري. لما اتكلمت على شجر وبشر وحجر داخل البقعة الكريمة الكبيرة الغالية على الدولة المصرية في سيناء، كانت لصالح المواطن المصري. صحيح. لما اتكلمنا على زراعة المليون ونصف مليون فدان و100 مليون شجره زيتون والاراضي الزراعيه والصوبات الزراعيه وخلافه، كنا بنعمل اكتفاء ذاتي للدوله المصريه، وكمان بنبدا نزود عمله صعبه، وكمان بنقلل واردات. يعني احنا قللنا في الفجوه في الميزان التجاري، لابد ان المواطن يعلم ذلك. لما اتكلمنا على مشكله العشوائيات، والنهارده شوف حضرتك الاسمرات وخلافه، والدوله المصريه بتعيش بتجعل للمواطن حياه ادميه كريمه. صحيح. لابد يعني ان تعلم يعني ذلك. يعني ما يقوم به المواطن بشكل إيجابي في كل ما يتعلق بالتنمية سيعود إليه أيضا على بمردود إيجابي في كل مناحي حياته، يعني سيؤثر عليه وعلى أولاده اقتصاديا واجتماعيا وأيضا تعليميا وصحيا. أنا بشكرك دكتور ياسر. شكرا جزيلا دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا الكرام، وكده انتهت حلقتنا النهاردة من القاهرة. بكرة إن شاء الله في نفس الموعد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.